موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، يا هلا والله بالطش والرش والبيض المفقش على كل مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم، خاصة برنامج عصرية. برنامج عصرية يأتيكم يوميا من السبت وحتى الأربعاء على مدار 3 ساعات، من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا. وزي ما تعودنا وكالعادة، الساعة الأولى هي الساعة الخاصة بالخلطات الطبيعية والعلاج بالأعشاب، الساعة الثانية فقرة منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي، والساعة الثالثة إن شاء الله راح نلعب فيها لعبة جديدة. اللي حاب يتواصل معنا في الساعة الأولى، كل اللي عليك فقط ترسل اسمك والوصفة اللي تبيها على الأرقام التالية: STC 847700، موبايلي 640660، 0746062. اللي حاب يربح كوبون بقيمة 300 ريال مقدمة من البيت الحلبي للمشويات، طبعا تروح أنت وصديقك وأنت وعائلتك، فقط تجاوب على السؤال اللي بقوله الحين: أين يقع أكبر سوق أثري مغطى؟ أين يقع أكبر سوق أثري مغطى؟ حلب، القاهرة، صنعاء. حلب، القاهرة، صنعاء. يعني مطعم البيت الحلبي أكيد بيكون الإجابة. وشو يعني؟ تكتب الإجابة واسمك الثلاثي واسم المدينة اللي أنت منها، يعني تكتب حلب، اسمك الثلاثي واسم المدينة اللي أنت منها على نفس الأرقام اللي قلتها قبل شوي. إذا حبيت تربح أيضا اشتراك لمدة 3 أشهر في نادي جول جيم، طبعا سواء كنت رجل أو كنت امرأة، اسمه تكتب جول جيم، اسمك الثلاثي واسم المدينة اللي أنت منها واللي أنت منها. أيضا إذا حبيت تربح اشتراك بقيمة 300 ريال بالماكس داينر، طبعا موجود في نوادي جول جيم، يقدم اشتراك بقيمة 300 ريال لأكلات الخاصة بالرجيم. طيب نبدأ الآن باستقبال رسائلكم. طيب وليد، هذه لينا، تقول وليد ايش الدانة وهل هو مفيد؟ احبه مرة بس خايفة يسمني، فيدني. الدانة ارجع اكتبيه مرة ثانية صح يا لينا، اكتبيه مرة ثانية صح وانا اقول لك تجاوب. ندى، بدون سبب جسمي كله حكة، شديد الحرارة، يطلع حبوب تحت الجلد، احط موية ثلج ارتاح، ما ابعد عن التكيف وبشرتي جافة، الأدوية ما نفعتني، أبي صابون مناسب. طيب عموما شوفي، أنت لا تحاولين تعرضين، يعني لا تحاولين تتعرضين للشمس كثير، يعني الشمس، الحر الزايد هذا كله يسبب أصلا ظهور حبوب في الجسم. يعني الأكلات برضو، الأكلات اللي الدهون مثلا الشوكولاتة والأشياء هذه برضو كلها تسبب يعني ظهور حبوب، حب الشباب تسبب ايضا ظهور حبوب في الجسم. ايضا الله يكرم السامعين، حتى الامساك، ترى الامساك هذا برضو يسبب الاشياء، يسبب ظهور حبوب في الجسم. طبعا اذا تكلمين على يعني البشره الجافه، في صابون اسمه صابون العكر الفاسي، في صابون اسمه صابون العكر الفاسي، هذا من الاشياء المفيده جدا للبشره الجافه، من الاشياء المفيده جدا للبشره الجافه. بس انت حاولي دائما، البشره الجافه دائما تحتاج الى ترطيب، البشره الجافه دائما تحتاج الى ترطيب، يعني حاولي تستخدمين كريمات مرطبه على اساس انه ما يكون جسمك فيها، او يكون جسمك ناشف، او يكون في زي التقشف. معروف ان البشره الجافه دائما يصيبها التقشف، فتحاولي تستخدمين كريمات مرطبه بحيث انه يكون جسمك يعني يكون فيه نعومة يعني. طيب وائل من الحسا، السلام عليكم، أبغى غلطة تنحيف الوجه وممكن استخدام. شوف يا وائل، يعني بالنسبة لخلطة تنحيف الوجه، أول شيء لازم تبعد عن الملح والأشياء اللي تمسك السوائل في الجسم، لأنه معروف أنه بشرة الوجه من أكثر الأماكن اللي تمسك السوائل فتنتفخ بسرعة. يعني إذا كنت تأكل أنت الملح كثير في الأكل تحطه، أو الطماطم، أو الأشياء اللي تمسك السوائل في الجسم، دائما قللها، حاول تكون حتى شبه معدومة، بحيث انه ايش يبدا الجسم، يبدا الوجه يخسر السوائل اللي موجوده فيه فيبدا ينحف وجهك. حاول ايضا تحرك عضلات الوجه عن طريق الابتسامه، توقف عند المرايه وتبتسم كثير،
تحرك ايضا زي في تمارين اسمها تمارين السمكه خاصه للوجه برضو تسويها، هذه جدا حلوه برضو لتنحيف الوجه. بالنسبه تقول انت بذور الفجل والبقدونس، اصلا انت لو تشرب مغلي، مغلي الشعير، مغلي الشعير جدا رائع اصلا، اذا كان عندك الام في الكلى، اذا كان عندك حرقان في البول، اذا كان عندك اشياء كثيره، مغلي الشعير جدا رائع. اشرب بس مغلي الشعير مره في النهار ومره في الليل. ايضا مغلي البقدونس، جيب البقدونس اوراق البقدونس الخضراء واغليها، جدا حلوه بالنسبه لي يعني البول. يعني طيب السلام عليكم منيره، من حالي تكفك رسالتي، ابي احسن شامبو للشعر الجاف، وش رايك بغسول البابايا مو الصابونه للبشره؟ طيب بالنسبه للشعر الجاف، انه قلنا انه لازم يكون الشعر فيه اشياء مرطبه، كريم مرطب وزيوت، هذا بالنسبه للشعر الجاف، كريم مرطب وزيوت هذا بالنسبه للشعر الجاف. إذا تكلمين عن الشامبو برضو، شوف في شامبو طبيعي هذا جدا حلو، يعني طريقته شلون؟ طريقته بيضة واحدة وكاس من الموية الدافية. شوفي إذا كان الشعر قصير أو متوسط بيضة واحدة وكاس من الموية الدافية، إذا كان الشعر طويل بيضتين وكاس من الموية الدافية. طبعا تضربينها في الخلاط، اوكي تضربينها مع بعض بالمويه الدافيه، بعدين تدهنين فروه الراس والشعر خصله خصله لمده 5 دقائق، بعد كذا تحطين غطاء بلاستيك للراس مدته 5 دقائق، بعد كذا يغسل ويستخدم، تستخدمينها مرتين في الشهر. لا مو انك ما معناها ما تتروشين لها مرتين في الشهر، لا، الشامبو هذا جدا رهيب لجميع انواع الشعر، تستخدمينه مرتين في الشهر. أصلاً يعني الشعر الجاف دائماً لا تخينه يتعرض يعني الحرارة، المستشورات الحارة والمجففات الحارة، هذا تعدمه أصلاً، الشعر الجاف معدوم فتعدمه أكثر زيادة يعني، أو التعرض للشمس مدة طويلة هذا برضو يعدم الشعر الجاف. غسول البواي لازم تحددين نوع بشرتك، يعني غسول البواي لازم تحددين نوع بشرتك، بس هو كويس مش بطال يعني. طيب هلا وليد، ابغى خلطه زيت تنعيم الشعر بشكل رائع. ابتهال حدد بس نوع شعرك، شعرك عادي جاف دهني؟ اسمع اغنيه ونرجع مره ثانيه. وجهتنا السعوديه الف الف اف ام، برنامج عصريات. يا هلا والله ومرحبا، جاكم مره ثانيه مكملين الجزء الثاني من الساعه الاولى والخاصه بالخلطات الطبيعيه والعلاج بالاعشاب. انا اخوكم وليد الخضير على اس تي سي 847700، موبايلي 640 660، زي 746 6262. اللي حاب يربح كوبون بقيمه 300 ريال مقدم من البيت الحلبي للمشويات. طبعا الجواب على السؤال، اين يقع اكبر سوق اثري مغطى، يعني في حلب، القاهره، صنعاء؟ طبعا الاجابه في حلب، يعني حلب اسمك الثلاثي واسم المدينه اللي انت منها. اذا حبيت تربح اشتراك لمده 3 أشهر في نادي جول جيم، طبعا موجود في انحاء المملكه، تكتب جول جيم اسمك الثلاثي واسم المدينه اللي انت منها، طبعا مو شرط رجال، يعني رجال او امراه يعني. ايضا اذا حبيت تربح اشتراك في ماكس داينر، طبعا يقدم وجبات خاصه بالرجيم ب 300 ريال، تكتب ماكس داينر اسمك الثلاثي واسم المدينه اللي انت منها على اس تي سي 847700، موبايل 640 660، زي 746 6262، وعلى نفس الارقام هذه ترسل اذا حبيت اي وصفه او خلطه يعني. طيب ام راشد من ابها، سويت خلطه الشيب اللي فيها مراميه وحنا واصبح لون الشيب اصفر غامق. طبعا هو دوره كذا يا ام راشد، هو المراميه ايش دورها؟ المراميه انها تغمق الشعر الشايب، المراميه تغمق الشعر الشايب، هذا لون المراميه، يغمق الشعر الشايب، هذا
دور المرامي. فأنت كويسة جابت معك نتيجة يعني. طيب السلام عليكم. أو هذه قلناها. أوكي. هلا وليد، أبغى خلطة زيت تنعيم الشعر. ابتهال. ابتهال، شوفي عشان يكون شعرك ناعم كأنه مستشور. شو تسوين؟ جيبين المايونيز، تخلطين المايونيز، طبعا ما يكفي طول شعرك، ما ادري انا شلون طول شعرك، اذا كان قصير طويل وسط على حسب يعني، مع كميه من البلسم اللي تستخدمينه لشعرك، طبعا على حسب نوع الشعر، على حسب نوع الشعر. طبعا يكون المايونيز اكثر من البلسم، يكون المايونيز اكثر من البلسم، يعني مثلا لو حطيتي مثلا ملعقتين من المايونيز تحطين ملعقه من البلسم زي كذا. بعد كذا ترطبين شعرك بالمويه، اول شيء ترطبين شعرك بالمويه، بعدين تحطين الخلطه على شعرك كله وخاصه الاطراف، خاصه الاطراف، بعد كذا تغطينه بمنشفه وتنتظرين ساعه كامله، بعدين تغسلين شعرك بالمويه فقط. هذا يخلي شعرك ناعم كانه مستشور. طبعا على اللي شعره جاف والمتقصف لازم يزيد من تناول الخضروات والفواكه الطازجه خلال اليوم. اللي عنده شعره جاف، عدم استخدام الحنه والصبغة على الشعر الجاف، ما الأكثر من غسيل الشعر، ويجب أن يقص أطراف الشعر اللي فيها تقصف. أمل، السلام عليكم. وصفة العين والحسد أخليها ساعتين أو أنام فيها كل واحد؟ بس الأفضل أنك تنامين فيها، أو ساعتين كل واحد بس نامي فيها عادي، يعني إذا أنت مو متزوجة أو شيء عادي نامي فيها. عمر، رجيم الكيو للأناس. عمر، إن شاء الله في أشياء كثيرة، وإن شاء الله جالسين جهز الموقع وحطينا أشياء كثيرة وحطينا أسئلة. اللي حاب يسجل في الموقع اللي هو الرجيم الخاص التخصيص عن بعد، طبعا راح يكون لأهل الرياض، الدمام، المدينة، القصيم، القصيم خاصة يعني، مكة، تبوك، جيزان، أي شيء يعني من ذولي إن شاء الله. بس تجاوب على أسئلة، طبعا حطينا أسئلة إن شاء الله راح تجاوب عليها وتدخل في، طبعا مجانا، مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب فاطمة من جيزان، الربع كم حبة بيض تقريبا في خلطة العرايس؟ ربع الكاس بيض مطحون، قشر البيض طحنينه، ربع كاس، ما يعادل ربع كاس، انا ما ادري شو الكاس بتحطينه اصلا. تجيبين البيض، قشر البيض، تسلقين البيض، تاخذين القشر حقه او من غير ما تسلقينه، تاخذين البيض تاخذين القشر وتطحنينه، تاخذين القشر وتطحنينه وتشوفين مطحونه يعادل ربع كاس، ربع كاس. عصير الدناو، تقول الدانا أول، إيش دخل الدانا بالدناو؟ يسمن. شوفي أي شيء فيه سكر، يعني أي شيء فيه سكر يساعد على يعني معروف إنه السكريات تساعد على زيادة الوزن، أي شيء فيه سكر يساعد، بغض النظر عن الدناو وما الدناو والأشياء ذي، أي شيء فيه سكر يساعد على زيادة الوزن. طيب سوما، تونا قايلين الشعر تنعيم الشعر اللي هي مايونيز مع البلسم. طيب السلام عليكم، انا احمد من جده، بخلطه تبيض الجسم والوجه. تعطيني نوع بشرتك يا أحمد. أبغى طريقة لطلوع شعر الذقن عمري 19 سنة. لا الطلوع، لا احنا قلنا للتكثيف. أوكي الطلوع ما إذا ما عندك شعر مرة صعبة. طيب لما أمشي كثير تطلع لي في رجولي سقاني دوائر وما تخليني أمشي، تعوري ماني عارف السبب. رامي الزنيدي. طيب ممكن يكون من وقفة كثير، ممكن يكون من القعدة كثير. عموما شو تسوي فيها؟ شوف تجيب فنجال قهوة تعبيه خل أبيض، تجيب فنجال قهوة تعبيه خل أبيض، ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من زيت اسمه زيت السرو، وملعقة صغيرة من زيت اسمه زيت إخ ألف يا خاء يا لا أوكي إخيليا، عشان بس تعرف الاسم، ألف يا خاء يا لام يا ألف أوكي إخيليا.
طبعا هذه كلها تخلطها مع بعض، فنجان من قهوة من خل الأبيض، ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت السر، وملعقة صغيرة من زيت إخيليا. طبعا تخلطها كلها مع بعض، تدهن فيها أماكن اللي يطلع فيها الدوائر من أسفل إلى أعلى، هذه تسمى الدوالي. طبعا دوالي موجودة في السيقان أو في الأرجل. طبعا هذه من تدهنها من أسفل، الخريط هذا تدهنه من أسفل إلى أعلى. أبو أحمد شوف، دهون الكبد من أفضل الأشياء اللي دهون الكبد، اللي هو القصد الهندي. القصد الهندي ملعقة على كاس موية حار تشربها في النهار وفي الليل، القصد الهندي. زيزو اشرب مغلي الشعير، اشرب مغلي الشعير مرة في النهار ومرة في الليل. رحمة، وزني 50 وطولي 72، كم أنقص أو كم أزيد؟ وكمان أبويا وأخويا عيونهم. لا سؤال واحد بس، سؤال واحد يا رحمة. إذا كان وزنك أنت يبيلك تقريبا 20 كيلو، تزيدين 20 كيلو مش تنقصين، تزيدين 20 كيلو عشان يصير مناسب مع طولك. ابتهال قلنا لك تنعيم الشعر. طيب نطلع فاصل نسمع حسين جسمي نرجع مرة ثانية. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، جاكم مرة ثانية مكملين ساعتنا الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية والعلاج بالأعشاب. اس تي سي 8477 00، موبايل 640-660، زي 7462-62. طيب عمر يسأل عن الميزوثيرابي، هل لها أضرار على المدى البعيد مثل أورام أو غير ذلك؟ إذا أنت تستخدمها كورسي، تراها كورس. أنا بس ترى أنت في الميزوثيرابي كذا شيء، في الرأس، في الوجه، في أنت ما أدري في إيش تبغى تستخدمها. إذا كنت تتكلم عن التساقط الصلع الوراثي، هذا كورس تأخذه ما له ضرر. يعني كورس تضرب إبر في الرأس يعيد لك منابت الشعر مرة ثانية، يفتح البويصلات وزي كذا. هذا بالنسبة للميزوثيرابي. هذا بالنسبة لجوابك. روح الرسالة اللي بعدها. وجهي نحيف، عمري 25، أريد حلا، أريد اسما، أعطيني اسمك وأنا أجاوبك. السلام عليكم وليد، أبي خلطة الطحينية والمكسرات، سمر من مكة. شوف يا سمر، هذه الوصفة هذه خاصة بزيادة الوزن. يعني جيبين علبة كبيرة، هذه مكسرات الطحينية بالمكسرات، هذه اللي بالفستق أو مدريش زي كذا، يعني تاخذينها وتكينها في الليل، خاصة في الليل قبل النوم، علبة كبيرة تكينها في الليل، لازم تكلينها. أيضا كاس ونص من المكسرات عبارة عن جوز ولوز وكاجو، كاس ونص من المكسرات عبارة عن جوز ولوز وكاجو. أيضا تشربين معها بكاس حليب أو لبن، إذا تحبين الحليب كامل الدسم طبعا تشربينه، إذا تحبين اللبن ما تحبين الحليب اشربي لبن كامل الدسم. أيضا ملعقة من الحلبة المطحونة، ملعقة من الحلبة المطحونة. برضو في وصفة ثانية قلناها، هذه جدا رهيبة لزيادة الوزن، حتى الناس اللي يبون يكبرون أجسام بالنسبة للعبون كمال أجسام زي كذا، جدا رائعة، اللي هي حليب وبريالين، هذا اللي هو طبعا خالي الدسم. إذا تبي تزود وزنك كامل الدسم، إذا أنت تلعب حديد وتبي تكبر جسمك خالي الدسم، وبريالين هذا يحط في القدر 5 ملاعق من الكويكر، هذه الشوفان، تخليه يغلي على النار لين ما يصير زي السريلاك، بعد كذا تطفي عليه، طبعا تحط سكر، تحط سكر عادي، بعد كذا ترش عليه ملعقة من عسل النحل الصافي، وتحط الكورن فليكس، تحط الكورن فليكس وتحركه مع بعض وتاكله مرة في النهار ومرة في الليل، هذا اللي بيزودون وزنهم، ومرة في النهار الفطور وقبل التمرين ب 45 دقيقة، هذا بالنسبة للي يلعبون حديد يعني. طيب الأخ وليد تحية، طيب يظهر سواد تحت العيون، درجة شكلي يصير زي المدمن. طيب أنت أول شيء كاتب، يعني أول شيء مو كاتب حرف واحد بس من اسمك، بس عموما لازم تقول لي إيش سبب اللي يظهر السواد. يعني في شوف، إذا كان من التعب، الأرق، قلة النوم، السهر، هذه تجيب شرايح البطاطس، تجيب البطاطس وتقشرها وتقطعها شرايح وتغمض عيونك وتحطها على عيونك مدة 20 دقيقة يوميا، أو شرايح الخيار نفس الحكاية. ممكن يكون عندك بسبب يعني فقر الدم، ممكن يكون عندك بسبب التهاب في الجيوب الأنفية، ممكن يكون عندك بسبب أمراض في الكبد، فلازم تعرف السبب، إذا عرفت السبب سهل لك تتخلص منها يعني. طيب أم نايف، عالم النمش، حبوب سوداء معروفة بالحسنات وبشرتي حساسة،
شوف يا أم نايف، بالنسبة يعني النمش اللي موجود، تجيبين علبة من الزبادي، ملعقتين من العسل، ملعقتين دقيق، وملعقتين من زيت اللوز المر، وملعقتين حليب، تخلطينهم كلهم مع بعض وتدهنينه على الوجه وتخلينه لمدة 20 دقيقة 30 دقيقة، بعد كده تغسلينه. هذا يبيض البشرة، يشد التجاعيد، يشيل الكلف وشيل النمش. ممكن تستخدمين الصنفرة إذا ضفتي عليه ورد بلدي، ممكن تستخدمين الصنفرة في حالة أنك ضفتي عليه ورد بلدي. طبعا البشرة حساسة دائما، ونايف أفضل حاجة برضو لها مغلي أوراق الخس ومغلي أوراق الجرجير، مغلي أوراق الخس، مغلي أوراق الجرجير أو أوراق البقدونس، هذه من أفضل الأشياء للبشرة الحساسة برضو، هذه كغسول فقط. بالنسبة للنمش هذه لا، بس سؤال واحد يا منايف، نسبة تسمين الوجه هذه مرة ثانية، بس سؤال واحد. طيب السلام عليكم، بخطر التسمين خلال شهر تكفى مرة جسمي نحيف، قلنا قبل شوي، بس أهم شيء ما يكون أحد يعاني من أمراض تمنع من السمنة. ممكن يكون عندك فقر دم يمنعك من السمنة، ممكن يكون سكر، ممكن يكون وراثة نحافة وراثية، ممكن يكون أمراض يعني اضطرابات في الغدد الصماء، كل هذه تمنعك من زيادة في الوزن، ممكن يكون عندك ديدان. العافية يا رامي، وأنا أحبكم كلكم في الله يعني. طيب لو سمحت خلطة تنعيم الشعر اللي بالموز والتين، أنت ما قلت بالضبط كم، قلنا قشر 7 حبات من الموز، وقلنا التين مجفف نفس الطريقة وينغلي على النار بعد ما يقطع قشر الموز، والتين نفس الحكاية، بعدين يضربون في الخلاط، بعدين تضيف لهم زيت الزيتون، قلناها قبل كم الكمية، قلناها 7 علبة من التين وسبع حبات من قشر الموز يعني. السلام عليكم اخوي وليد، ابي خلطة فواكه واكلات تعطي نتائج التضخيم، انا لعبت حديد متوسط بس نشيط في اللعب، ناصر كامل عمره 20 سنة لأكثر من 9 شهور. لا شوف يعني نتكلم على التضخيم، والتضخيم طبعا لا اشياء كثيره يعني، لازم اول شيء تاخذ مكملات غذائيه، لازم تاخذ البروتين، اذا كان يعني في انواع من البروتين، في الايزوميه، في البروكومبلكس، في الواي بروتين، في اشياء كثيره طبعا، في تاخذ برضو الامينو اللي هو الـ4 اثنينات، الامينو الاحماض الامينيه يعني، في اشياء كثيره، في لازم تركز على الاكلات الغنيه بالبروتين. ممكن لازم تاكل كل يوم رز مسلوق مع مثلا تونة، أو رز مسلوق مع دجاج، أو رز مسلوق مع لحم، تأكل هذا اللي قلت لك عليها حقة الشوفان. أيضا تركز على الكويكر، برضو الكويكر من الأشياء الحلوة جدا يعني، يكون أكل بياض البيض، تأكل يومين 10 بيضات من بياض البيض، الخبز التوست هذا البر مع الجبنة القريش، برضو تأكل حبتين في النهار زي كذا، مع الأكل طبعا النظيف المليان بالبروتين، مع البروتين اللي تشربه مرة الصباح اللي هو على حسب البروتين اللي تختاره يعني، تشرب مرة الصباح ومرة قبل التمرين ب45 دقيقة، ومرة بعد التمرين مباشرة. الحبوب الأمينو 3 الصباح، 3 قبل التمرين، و4 بعد التمرين. ومع طريقة التمرين تلعب فيه أشياء، في تمرين تلعبها طبعا عضلة واحدة، مثل الصدر بالحال، الظهر بالحال، الأكتاف بالحال، الأرجل بالحال، الباي وتراي مع بعض، في تمرين تلعب الصدر مع الباي والظهر مع التراي، الأكتاف مع الأرجل، في تمارين سوبر سيت، في تمارين دروب، في تمارين يعني أنا ما أدري إيش الطريقة اللي تستخدمها، في كذا طريقة يعني. نطلع فاصل بعد فاصل. وجدتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا مرحبا، رجعكم مرة ثانية مكملين الجزء الأخير من برنامج عصريات على STC 847700، موبايل 640-660 زين 7462-662. طبعا الساعة الأولى هي الخاصة بخطاط الطبيعي وعلاج بالأعشاب، لكن البرنامج مستمر إلى الساعة الخامسة إن الله أعطانا عمر يعني إن شاء الله. طيب تكفى وليد، أبغى وصفة زيت القمل والصبال اللي استخدمت أكثر من شامبو وما نفع، ودلني على اسم الشامبو الصحيح، أم دانا. طيب أم دانا، شوف عشان تخلصين من القمل، طبعا مشكلة المدارس
هي المصيبة يعني. لكن شوفي جيبين 50 جرام اليانسون، اليانسون جيبين 50 جرام اليانسون تحطينه في لتر من الموية يغلي لمدة 10 دقائق، بعد كده تتركينه يبرد، بعد ما يبرد تصفينه وتاخذين الموية وتغسلين فيه الشعر، وذلك عند النوم، عند النوم تتركينه في شعره لين الصباح، تستمرين عليها يعني 10 أيام زي كذا إن شاء الله، مع عدم استخدام زيوت على الشعر نهائيا، لا تستخدمين أي زيت على الشعر نهائيا في ذلك الوقت، يعني نفس الوقت اللي تستخدمين فيه الخلطة هذه بإذن الله سبحانه وتعالى راح تخلصك من القمل. عشان تمنعين توالد القمل، طبعا معروف أنه عصير الخيار، الخيار يعصر ويدلك فيه الشعر فروة رأس، هذا يمنع توالد القمل، هذا يمنع توالد القمل. استمري على هذه اللي قلت لك 50 جرام اليانسون في لتر من المويه، تخلينها تغلي 10 دقائق، بعد كده تخلينها تبرد، بعد ما تبرد تاخذين المويه فقط وتغسلين فيها الشعر وتخلينه ينام وشعره فيه اليانسون، وبعد كده لقام الصباح تغسلينها بالشامبو وتخلينه يستمر عليه 10 ايام بدون وضع اي زيت، باذن الله سبحانه وتعالى راح تشوفين نتيجه جدا حلوه. يعني في شامبو سنان، وفي ناس قالوا انه مضر وما مضر، اي مضر ولا مضر، شامبو سنان جدا رائع، بس اللهم في شركة ثانية حبت تضرب المنتج هذا فاقطعوه شوي، وعندنا واسطات فاقطعوه شوي ورجعوه مرة ثانية. شامبو اسمه شامبو سنان جدا رائع رائع رائع، طريقته تغسلين الشعر وتخلين الصابون فيه، تجيبين المشط حق القمر ما غيره، وهو في شعره الصابون، وهو في شعره تكدين شعره تشوفين القمر يتسدح عندك في ذا. طيب السلام عليكم اخوي وليد، منوره الف الف، وجودكم اكيد منوره في الناس اللي فيها. طبعا وصفه لتطويل شعر الاطفال وتكثيف شعر الطفل، شوف يا زيت الاطفال والكبار حتى زيت الخروع وزيت اكليل الجبل بنسب متساويه، تدهن على الشعر 3 مرات في الاسبوع مده ساعتين، زيت الخروع وزيت اكليل الجبل تستمر عليها شهر ونص شهرين عشان تشوف النتيجه. حتى هل جهاز الرشاقة الهزاز مفيد لنقص الوزن وشد الجسم؟ سلطان المطيري الحالة لا، جهاز الرشاقة اللي قصك توقف ويهز ذا الحالة لا أبدا، الحالة أبدا ما يجيب معك نتيجة. أخوي جهاز الأوبتيكا استخدمته بعد عملية الفتاق في البطن بثلاثة أشهر لها ضرر عواطف. انت حاسه بالم الحين لو مشيتي وزي كذا وقعدتي، اذا حاسه، اذا ما انت حاسه بالم وزي كذا جهاز الاوبتيكال بس تحركين جسمك بالكامل، اذا حاسه بالم الى الان من العمليه وزي كذا لا اصبر شوي، اذا مو حاسه بالم وخلاص وراح كل شيء توكل على الله. بعد ترك العمل زاد وزني وصار 90 للاسف، وطولي 165 وصار عندي اصابه في ركبتي، والحمد لله الان بخير وبديت اخفف اكلي وامشي على السير، فما افضل ايش؟ مو مكمل رسالتك، فما أفضل إيش؟ طيب STC 84770 موبايل 640-660 زي 74-6262 اللي حاب يربح كوبون بقيمة 300 ريال، طبعا من مقدم بيت الحلبي للمشويات. هل السؤال يقول أين يقع أكبر سوق أثري مغطى؟ في حلب، القاهرة، صنعاء، طبعا تختار حلب واسمك الثلاثي واسم المدينة اللي أنت منها. إذا حبيت تربح أيضا ماكس داينر كوبون بقيمة 300 ريال، تكتب ماكس داينر اسمك الثلاثي واسم المدينة اللي أنت منها. طيب نروح نكمل. غدير عندي السلام عليكم وليد، انا ملاك الحمد لله ما فيني شيء، بس حبيت اسالك انت وش محتاج من الاعشاب او اي فيتامينات اللي ناقصتك؟ الحمد لله 75 الحسود. غدير عندي كيس دهني في، شوفي التكيس في المبايض يا غدير شو تسوين؟ تجيبين المردقوش والمرامية، تخلطين ما بين المردقوش والمرامية، تخلطينهم مع بعض، تاخذين ملعقة كبيرة من الخليط هذا وتحطينها في موية، طبعا يغلي لمدة 10 دقائق، وبعد كذا تطفين وتخلين تبرد شوي، تشربين كاسين يوميا لمدة شهر، بإذن الله سبحانه وتعالى راح تشوفين نتيجة جدا رائعة. يعطيكم العافية، الساعة الأولى خلصت، نروح موجز الأخبار مع الأستاذ عادل بن ربع، وبعدها نبدأ فقرة منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي، خليكم معنا.